سيد الأمين العام لحزب تاج دكتور عمار غول، أهلا وسهلا ومبروك عليكم هذا المؤتمر. ومكانة الريف الجزائري في العهود الماضية وفي الحاضر وفي المستقبل، فإننا معكم ونؤيدكم في كل القرارات التي تخدم مصلحة البلاد والعباد. وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله. الجزائر اليوم في أزمة، ولا ينبغي أن نهبط إلى الأمام، وإنما يجب أن نفكك هذه الأزمة ونحاول التعاون على تجاوزها. وهذه الأزمة لا يمكن أن تحل بعقلية القبيلة، ولا يمكن أن تسير بعقلية المقاولة، وإنما هذا رصيد من الخير، ورصيد من الجهاد والثورة، ورصيد من التجربة السياسية، ورصيد من المصالحة الوطنية والإنعاش الاقتصادي. هذا رصيد نحن نتمنى أن يتراكم فوقه رصيد جديد لجزائر جديدة تستجيب لتطلعات شبابها، فيحسون بالانتماء، فتتوقف ظاهرة الحركة، حركة الإطارات وحركة الشباب، لأن الذي يحرق لا يشعر بالانتماء. أنا أقول هذا الكلام بين يدي السيد الوزير الأول، وأقول بأننا يجب أن نرسل الشعور بالانتماء لهذا الوطن. حزب الوسطية والاعتدال، أهني نيابة عن نفسي وأصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات الحزب والمناضلين نجاح مؤتمر تجمع أمل الجزائر تاج، وأهني الدكتور عمار غول على تجديد الثقة فيه. وأقول نحن في حزب العدل والبيان أصدقاء الجميع، كل من يقول أنا جزائري فنحن أصدقاؤه، هو حبيبنا. نختلف في أمور، ولكن لا نختلف في أمور نتفق عليها. ما هي هذه الأمور؟ هي أن الجزائر جزء لا يتجزأ، وأن الإسلام دين الجزائر الشعب، دين الدولة، وأن علم الشهداء هو علم الجزائر، وأن النشيد نشيد وحدة وطني واحد هو نشيد أول نوفمبر. ما بعد ذلك نتفق فيه ونختلف، فلا مشكلة في ذلك. نؤكد على أمن القومي، نؤكد الجزائر، نؤكد أيضا على ثقافة التسامح والتحاور. ألف مبروك لحزب تاج، ألف مبروك لصديقي وأخي الدكتور عمار غول، ألف مبروك لهذا النجاح. لماذا؟ لأنه نجاح لكل الأمة الجزائرية، نجاح أقول وأؤكد من خلال هذا الشعار، شعار جميعا من أجل إجماع وطني، نعم جميعا من أجل إجماع وطني. الذي يضم حزبكم الكريم تجمع أمل الجزائر وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية أن نكون بينكم اليوم في هذا المؤتمر الذي نتمنى له التوفيق والنجاح والسداد. ولا أخفي عليكم سرا أن أعلن أمامكم باسم أحزاب التحالف الرئاسي أننا ننظر إلى حزبكم الذي حقق تقدما ملحوظا في الساحة السياسية منذ نشأته إلى يومنا هذا على أنه شريك وحليف سياسي مهم، وذلك أن الساحة السياسية بكل استقطاباتها وتجاذباتها عادة ما تفرز شراكات طبيعية استراتيجية وأخرى تمليها ظروف عابرة لا تلبث أن تزول بزوال المصلحة الآنية. إننا في التحالف الرئاسي قد جسدنا عملياً تعاوننا المثمر في تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، كما أننا نعلن
كما أن نعلن معاً عن قناعتنا الراسخة وإرادتنا القوية التي تعزز هذه الشراكة السياسية من أجل مستقبل ظاهر لبلادنا من خلال مواصلة تطبيق برنامج فخامة الرئيس. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة، أجد نفسي معكم أيها الملأ الكريم حالماً ومتطلعاً مع كل واحد منكم إلى غد مفعم بالأمل، مكلل بالنجاح، معزز بأسباب القوة والسداد. وإني على يقين من أن نتائج مؤتمركم هذا ستثمر بحفز انطلاقة جديدة، وستفتح آفاقاً واسعة أمام أحزاب التحالف الرئاسي، وإنها لمسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا أمام أبناء شعبنا، هذا الشعب الأصيل الأمين. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتبريك إلى هذا الجمع الكريم نساء ورجال، شبابا وشيوخا، الذين بفضل جهدهم الخلاق ينعقد هذا المؤتمر المبارك، كما أنه بفضل ثباتهم الراسخ ودعمهم المطلق لأهداف التحالف الرئاسي يلتئم جمعنا لتجديد العهد مع الفخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة من أجل جزائر الشموخ والعزة. وإن شعاركم الموسوم بجميعا من أجل إجماع وطني لرفع تحديات وبناء جزائر قوية آمنة متطورة رائدة بين الأمم، الذي ينعقد تحت لوائه مؤتمركم، لهو دلالة على إيمانكم الراسخ وإرادتكم القوية في أن نواصل معاً مسيرة الإنجازات المشهودة خدمة للجزائر أولاً وأخيراً بقيادة رشيدة من فخامة الرئيس. وإن هذا الشعار بمضامينه الواضحة يختصر العلامات الكبرى لجزائر الإصلاح والتنمية والسلم والمصالحة، ولما نحن فيه من حرية وسيادة وأمن واستقرار وتنمية وازدهار. فالنتائج الملموسة والمكتسبات الهامة التي تحققت منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ذات يوم من سنة 1999 على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها من المكتسبات الثمينة التي تعبر عن نفسها ويلمسها المواطنون يومياً في الميدان، هي حقيقة ماثلة للعيان، وهي تفرض على كل الغيورين من أجل جزائر رائدة ومستقرة ومزدهرة وآمنة العمل الجاد على الاستمرارية في هذه الديناميكية البناءة. أوليس بفضل فخامة رئيس الجمهورية وبتوفيق من العلي القدير انبلج صبح المستقبل والتأمت الجراح وتوائمت القلوب لصياغة مشروع الأمة في آفاقه البعيدة الزاخر بالأمل والخالي من العنف والضغينة والأحقاد. هذا الرجل الذي ابتلاه الله بحب الجزائر كانت دعوته كما إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإنه به قائم على الوفاء والإخلاص لرفقائه من الشهداء والمجاهدين، ولاؤه للجزائر لا يراها إلا من بوابات المجد، عايش الجهادين وكان الإيثار في كليهما ديدنه، يحمل رسالة الوطن مجاهدا وقائدا ورئيسا محنكا وحكيما. إن فخامة الرئيس من معدن الرجال الذين يؤمنون بأن الحياة موقف وعطاء وتضحية لن يدخر جهدا لإسعاد الشعب الذي احتضنه بكل مودة
وتوجه في كل استحقاق وطني وشرف مساره النضالي للقيادة والريادة بكل حرية وسيادة. أيها السيدات، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن تخيركم من الشهور لعقد مؤتمركم شهر ديسمبر، فاختصرتم المسافات لتوطيد الصلة وتجديد العهد وصون الأمانة. لقد كانت انتفاضة ديسمبر المباركة فضلاً أخيراً، بل فصلاً أخيراً في المشهد الملحمي لإسقاط أسطورة الاستعمار. وفي مثل هذا اليوم نتذكر كل أولئك الذين ضحوا من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، أولئك الذين هم أهل لاعتراف كل الشعب الجزائري الأبدي لهم بالجميل والعرفان. وما أحوجنا اليوم أن نستلهم من الثورة التحريرية التي ستظل رصيد الأمة ومرجعيتها الناصعة، أن نستلهم منها معاني الدروس. فما ذكر هذا اليوم المشهور ديسمبر من عام 60 إلا ذلك النداء المعبق بأريج التضحيات، تضحيات شعب أبي أبى إلا أن يكون سيدا إلى الأبد بوحدته الوطنية وبهويته الجامعة وبتصالحه مع ذاته وتقدمه ورفاهيته ومكانة دولته المرموقة والمحترمة في محافل الأمم. وإنها لفرصة سانحة تتيح لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالتحية والتجلة من خلالكم إلى كافة الشعب الجزائري الأبي الذي زكى الوئام والمصالحة وتدافعت شرائحه لحماية السلم والذود عنه، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير، والذي ظل على العهد تضحية وفداء وإقداما يدافع عن حمى الجزائر رابضا على حدودها، أرواحه على الأكف وعيونه على الثغور يتكرم بأعطاء الدم ويجود بالمهج والأرواح. والتحية لكافة أسلاك الأمن الأخرى التي تحبط كل كيد وتردع كل معتد وتحقق الأمن والطمأنينة في كل ربوع هذا الوطن. وإني أتوجه بالتحية والتجلة إلى كل رعاة الاستقلال الوطني وحراس الوحدة الوطنية من أهل العلم والخبرة والثقافة والإبداع، ولبناة هذا الوطن من المنتجين والعاملين وصناع مستقبل البلاد من قطاعات الشباب ومن الطلبة والمرأة رائدة التغيير والتحديث وحامية القيم. واسمحوا لي أخواتي إخواني أن أهنئكم على نجاح مؤتمركم، متمنياً لكم العون والسداد على إنجاز المزيد من النجاحات. وفقكم الله وأدام النفع بكم لخير الجزائر ومستقبل أجيالها. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. الصورة الرائعة الخالدة
التي تعبر بصدق وتعبر بعمق على أن الجزائريون والجزائريات ليسوا أعداء، لسنا خصوم، نحن إخوة، نحن أبناء الوطن الواحد، سقفنا واحد، مصيرنا واحد، هدفنا واحد، من أجل المحافظة على الوطن ومن أجل الاستمرار في بناء الوطن تحت القيادة الراشدة المحنكة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، ليس بالغريب على حزب تجمع أمل الجزائر تاج أن يحضر هذا المشهد. تاج أعطى الفرصة، أعطى الفضاء، أعطى المساحة، لكن لا يحتكر شيء. تاج وفر الفضاء الملائم، تاج وفر الفرصة لكل أبناء الوطن. ولقد حرصنا والحمد لله أن دعوتنا لهذا اللقاء المشهود، دعوتنا ذهبت إلى كل الأحزاب بدون استثناء. وبالمناسبة أحيي كل الأحزاب الحاضرة معنا، إن على مستوى أمنائها أو رؤسائها أو على مستوى ممثليها، فأحييهم تحية، تحية النضال وتحية الإخلاص وتحية الوفاء وتحية الشراكة التي نريد أن نبنيها، وتحية الجسور التي نريد أن تمتد بين كل أبناء هذا الوطن المفدى. فلما نترك العقبات في طريق بعضنا بعض؟ فلما لا نزيل الأشواك التي توجع بعضنا البعض؟ فلما لا نزيل العقبات التي تعكر صفونا؟ فلما لا نطوي كل ما يمكن أن يثبط عزائمنا أو مسارنا أو مسيرتنا من أجل الجزائر؟ سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، هذا مؤتمرنا الأول تحت هذا الشعار، جميعاً جميعاً من أجل إجماع وطني. ما الهدف منه؟ لرفع التحديات، مش تحديات تاع شخص ولا تحديات تاع جهة من الوطن ولا تحديات تاع فئة من الوطن أو تحديات تاع حزب من الوطن، تحديات مفروضة تجابهنا من كل الجبهات، تجابهنا جميعا وتجابه الوطن برمته. فلنستعد ولنقف مع هذه التحديات لنجابهها جميعا بإذن الله. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، لرفع التحديات من أجل بناء الجزائر، الجزائر التي نحلم بها، الجزائر التي نتمناها، الجزائر التي تستهل أن نضحي من أجلها، الجزائر التي تستحق أن نتعاون جميعاً بالغالي والنفيس من أجل أن تستمر، من أجل أن تبقى، من أجل أن تسود، ومن أجل أن تكون لها مكانة رائدة بين الأمم. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، نريد من هذه الجزائر أن تكون أكثر أمناً، أكثر استقراراً، أكثر تطوراً، أكثر قوةً، وأكثر ريادةً في منطقتها الإقليمية وفي إطار علاقاتها الدولية. ومن يقف أمام هذه الأحلام وهذه الطموحات وهذه الأهداف وهذا الخير الفياض الذي يجب أن نساهم فيه جميعاً؟ سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل،
هذا شعار اليوم، الإجماع الوطني، وهو هدف اليوم، وتجسيده واجب مقدس علينا جميعاً، الإجماع الوطني اليوم. وبالأمس فقط من خلال مؤتمرنا التأسيسي في حزب تاج، وكنتم تشاهدون الشريط أو الفيديو، كنتم تشاهدون أننا في مؤتمرنا التأسيسي في أواخر 2012 رفعنا عنوان المؤتمر الأول، المؤتمر التأسيسي كان تحت عنوان جميعاً لبناء الجزائر. لم نغير ولم نبدل ولم نسطو ولم نغلو ولم نهمش ولم نقسي، بل عملنا بكل رزانة، بكل حكمة، بكل روية، بكل صدق، بكل إخلاص، على أن الظرف الحالي، المرحلة الحالية تقتضي لكل أبناء الوطن أن يلتفوا في إطار إجماع وطني لرفع التحديات وبناء الجزائر. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، حزب تاج، هذا الحزب إنه حزب وطني، سليل الحركة الوطنية المباركة. حزب تاج يعتبر على أنه ثمرة من الثمار الطيبة لنوفمبر 54، على أنه بذرة صادقة من البذور التي سقاها نوفمبر 54، ويعتبر مشتل للشباب والأجيال التي ترعرعت من ظل الوفاء وظل العهد وظل الأمانة، أمانة شهداء. ربي يرحم كل شهداء الجزائر. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، حزب تاج جاء منذ التأسيس على أنه حزب وطني، على أنه حزب جامع يجمع كل المكونات، كل الفئات، كل الشرائح، كل الجهات، من أجل صالح الجميع ومن أجل الخير للجميع. هذا هو حزب تاج. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، يمكن أن نعتبر بصدق وبأحقية أن تاج يمثل تلك المرآة، تلك المرآة العاكسة بصدق عن عمق الشعب الجزائري في تنوعه، في ثرائه، في خيره العميق، في الجزائر العميقة. هكذا نريد أن نكون، وهكذا نريد أن نعمل، وهكذا نريد أن نتعاطى العمل السياسي، وهكذا نريد أن نمد الجسور مع الجميع من أجل الجزائر، ثم الجزائر، ثم الجزائر. ما طلبنا مصلحة شخصية ضيقة، ما طلبنا مصلحة حزبية ضيقة، ما طلبنا تموقع أناني ضيق، ما طلبنا أننا نراوغ من أجل الدخول في إطار حسابات ظرفية ضيقة. نعمل بكل صدق وإخلاص مع كل المخلصين في هذا الوطن المفدى، كل من في الساحة السياسية بالنسبة لنا شريك، كل نتعاون معه على فكرة، نتعاون معه على مبادرة، نتعاون معه على ملف، نتعاون معه على موضوع، نتعاون معه على أي شيء، شريطة أن يكون ذلك في صالح الوطن وصالح المواطن وفقط. نقطة صح. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، وأحياناً لأن حزب تجمع أمل الجزائر تاج يختزل في كلمة تاج، تاج يعني وهو الحرف الأول تاع تجمع، والحرف الثاني تاع الأمل ألف، والحرف الثالث تاع الجيم تاع الجزائر، هكذا تكونت كلمة تاج.
لكننا في حزب تجمع أمل الجزائر تاج، بعيداً أو إضافةً أو دعماً لهذه التسمية التي خرجت من اسم الحزب، فإننا نعرف التاج ونعتبر التاج هو ذلك التاج الجميل الذي يوضع فوق رأس العروس، وعروسنا الجزائر الجزائر الجزائر. سيدات الفضليات، سادتي الأفاضل، تأسس حزب تاج في سنة 2012، تأسس في أوج الرياح العاتية للربيع الدموي، فجاء الربيع الدموي مفككاً مقسماً للصفوف، فتأسس تاج على رص الصفوف. جاء الربيع العربي مفتتاً للوحدة الوطنية، فتأسس تاج على ضرورة لحمة ووحدة الوحدة الوطنية. جاء الربيع العربي أو الدموي على أن ينال من قدرات ومؤهلات كل بلد ليخربها وليسطو عليها وليسفهها وليلغيها، فجاء تاج مثمناً كل قدرات كل مؤهلات كل طاقات هذا الوطن المفدى. جاء الربيع العربي مساوماً للسيادة الوطنية، فرفع تاج لواء تعزيز والمحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، هذا هو تاج خرج من عمق المجتمع، من الجزائر العميقة، من وسط أبناء الشعب البررة، فئة من شباب من إطارات وكوادر، رجال ونساء وطاقات وطنية، بفكرة أن الربيع العربي يهددنا فيجب أن نصنع فضاء يستوعب تهديدات الربيع العربي من جهة، ومن جهة يعمل مع كل المخلصين في الوطن من شخصيات من أحزاب من فضاءات مجتمع مدني وغيرها، أن نعمل من أجل صد كل تلك الشرور التي كانت تنفخ في الأوطان العربية. وجاء الربيع العربي برسائله المعسولة وفي طياتها سموم، وجاء الربيع العربي بعدما تلاشت أمواجه، جاء هذا الربيع العربي فحطم الأوطان وحطم الشعوب وحطم المكتسبات وحطم الوحدة وحطم حتى الأحلام. بعض الدول اليوم وندعو لهم ربي أنهم يلتحقوا من جديد، ممكن هكذا نصف قرن ويا ربي تعود الأمور، لأن الجراح أصبحت عميقة في عمق المجتمعات. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، وقلنا ونؤكد دائما أن حزب تاج بهذا الفكر المؤسس وبهذه النظرة المتبصرة وبهذا الاستشراف الواعد لشؤون الأمة والوطن، إن حزب تاج يعتبر فعلا اليوم يعتبر حزب تاج أنه البيت الكبير، تاج يعتبر أنه البيت الكبير الذي يسع الجميع، حتى الذين ظلت بهم السبل أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. مرحبا في تاج، مرحبا في تاج. يكفيك أن تكون جزائريا وفقط فمرحبا بك في تاج. تجاوزنا الإيديولوجيات المفرملة للعطاء السياسي، تجاوزنا الأفكار المتشددة المعطلة للمسار السياسي، تجاوزنا بعض النعرات الدفينة في المجتمع التي تهدد
كيان الوحدة الوطنية، وتجاوزنا الشخصنة والأنا والاحتكار والهيمنة، وأردنا أن نكون فضاء جميلا يتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر. سيدات الفضليات، سادتي الأفاضل، ولذلك نعبر وبسر، نعبر وبسر على أن نتاج ضمير الشرفاء وصوت الضعفاء، وعلى أن نتاج كذلك أنه حزب الدولة بامتياز وحزب الشعب عن جدارة. هات المعادلة، نحن حزب الدولة بامتياز وحزب الشعب عن جدارة. حزب الدولة نعمل على الحفاظ على الدولة، على تقويات مؤسسة الدولة، على الحفاظ على رموز الدولة، على الحفاظ على مكتسبات الدولة. فإذا ذهبت الدولة هل بقي أحد؟ إذا انهارت الدولة هل بقي شيء؟ إذا تكسرت الدولة تكسرنا جميعا. وعليه بهذا المفهوم تاج يصف نفسه على أنه حزب الدولة بامتياز، وفي نفس الوقت إننا حزب الشعب عن جدارة، لأننا نتفاعل مع الشعب ونصنع برامجنا من الشعب ونتحسس هموم الشعب ونرفع انشغالة الشعب إلى كل مستويات وإلى كل الهيئات، وأننا كذلك نعمل لنتكيف مع تطلعات هذا الشعب الأبي. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، بالأمس القريب كان الربيع العربي أو الربيع الدموي، ولا زالت حتى بعض أمواجه الارتدادية تلوح في الأفق من جديد بثوب جديد، بآليات جديدة، بتحرشات جديدة، وبابتزاز جديد. وراني نوزن مليح في كلامي. وفي نفس الوقت اليوم أمامنا كذلك، أمامنا اليوم ونحن نصنع هذا المشهد الجميل من خلال مؤتمرنا الأول، نعيش كذلك في مرحلة أصبحت فيها بعض من الاحتدام، بعض من الحراك، سميناه بالرياح العاتية للخريف الأوروبي أو الخريف الأصفر أو لجيلي جون أو سترات صفراء. هذا المشهد الجميل، هذه الصورة الرائعة الخالدة التي تعبر بصدق وتعبر بعمق على أن الجزائريون والجزائريات ليسوا أعداء، لسنا خصوم، نحن إخوة، نحن أبناء الوطن الواحد، سقفنا واحد، مصيرنا واحد، هدفنا واحد، من أجل المحافظة على الوطن ومن أجل الاستمرار في بناء الوطن تحت القيادة الراشدة المحنكة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، ليس بالغريب على حزب تجمع أمل الجزائر تاج أن يحضر هذا المشهد. تاج أعطى الفرصة، أعطى الفضاء، أعطى المساحة، لكن لا يحتكر شيء. تاج وفر الفضاء الملائم، تاج وفر الفرصة لكل أبناء الوطن. ولقد حرصنا والحمد لله أن دعوتنا لهذا اللقاء المشهود، دعوتنا ذهبت إلى كل الأحزاب بدون استثناء. وبالمناسبة أحيي كل الأحزاب الحاضرة معنا، إن على مستوى أمنائها أو رؤسائها أو على مستوى ممثليها، فأحييهم تحية النضال وتحية الإخلاص وتحية الوفاء وتحية الشراكة التي
نريد أن نبنيها، وتحية الجسور التي نريد أن تمتد بين كل أبناء هذا الوطن المفدى. فلما نترك العقبات في طريق بعضنا بعض؟ فلما لا نزيل الأشواك التي توجع بعضنا البعض؟ فلما لا نزيل العقبات التي تعكر صفونا؟ فلما لا نطوي كل ما يمكن أن يثبط عزائمنا أو مسارنا أو مسيرتنا من أجل الجزائر؟ سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، هذا مؤتمرنا الأول تحت هذا الشعار: جميعاً جميعاً من أجل إجماع وطني. ما الهدف منه؟ لرفع التحديات، مش تحديات تاع شخص ولا تحديات تاع جهة من الوطن ولا تحديات تاع فئة من الوطن أو تحديات تاع حزب من الوطن، تحديات مفروضة تجابهنا من كل الجبهات، تجابهنا جميعاً وتجابه الوطن برمته. فلنستعد ولنقف مع هذه التحديات لنجابهها جميعاً بإذن الله. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، لرفع التحديات من أجل بناء الجزائر، الجزائر التي نحلم بها، الجزائر التي نتمناها، الجزائر التي تستهل أن نضحي من أجلها، الجزائر التي تستحق أن نتعاون جميعاً بالغالي والنفيس من أجل أن تستمر، من أجل أن تبقى، من أجل أن تسود، ومن أجل أن تكون لها مكانة رائدة بين الأمم. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، نريد من هذه الجزائر أن تكون أكثر أمناً، أكثر استقراراً، أكثر تطوراً، أكثر قوةً، وأكثر ريادةً في منطقتها الإقليمية وفي إطار علاقاتها الدولية. هذه التحديات تفرض علينا بناء إجماع وطني من أجل أخلاقة العمل السياسي والحياة العامة، من أجل أخلاقة العمل السياسي والحياة العامة ومكافحة الفساد، ومكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله، بعيداً عن الابتزاز السياسوي، بعيداً عن الحسابات الظرفية، بعيداً عن الحسابات الشخصية، بعيداً عن كسر النجاحات، بعيداً عن عرقلة الناجحين أو البارزين في مجالهم أو في قطاعهم أو في ميدانهم. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، كذلك إجماع وطني من أجل التصدي لكل الآفات الاجتماعية التي تنخر اليوم مقومات ومؤهلات الدولة والمجتمع. ثامناً، هذا الإجماع الوطني نريده وبإسراع أن يتحقق من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والحريات وحقوق الإنسان والمواطنة في ظل الهوية الوطنية وفي ظل القيم الإنسانية التي لا تتعارض وهويتنا وقيمنا الوطنية. ندعو وننادي الجميع أن يضع الجميع اليد في اليد، وأن يجلس الجميع مع البعض، وأن يرطب الجميع خاطر الجميع، وأن نطوي الصفحات الأليمة والمشينة، وأن نصنع إجماعاً وطنياً جميلاً. ليس ليفوز شخص ما، ليس ليفوز حزباً ما، ليس لمصلحة في جهة ما،
وإنما لتفوز الجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر. سيداتي الفضلايات، سادتي الأفاضل، قلت وبالله التوفيق، كي نصل إلى هذا الإجماع الوطني يتوجب علينا اليوم وبسرعة طي صفحة الخلافات، طي صفحة الخلافات والتراشقات والتجريح والتشهير والتهميش والإقصاء والتخويف والتخويف. هذو لي باش كامل نحطهم على جهة، سجي باس حطوهم من الماضي، هذه أولا. ثانيا، يجب علينا جميعا في هذه المرحلة العصيبة أمام هذه التحديات الكبيرة أن نتنازل جميعا من أجل الوطن، أن نتنازل جميعا عن حظوظنا الشخصية، حظوظنا الحزبية، حظوظنا المرحلية، حظوظنا في التموقع، حظوظنا في الساحة من أجل الجزائر. فليتنازل الجميع من أجل الجزائر ثم